غنخدم بالصوفا على 2 وبالكروشي الرقم 3، غنطلعو 44 سلسلة. واضح؟ فغادي نعمل العقدة ديال البداية وغادي نطلع 44 سلسلة اللي اتفقنا عليهم. إذن أنا غادي نستمر حتى نكمل 44 سلسلة ونعود باش نوريكم طريقة الخدمة. فبحالة ما إذا ما كانش عندك هاد الخيط ديال الصوف ديال الكيلو، كان عندك الخيط اللي كيتباع غليظ، يعني كيكون حجم واحد أو خيط واحد هو غليظ، فبإمكانك تنقصي العدد ديال السلاسل، يعني تخدمي ب40 سلسلة، راهما كافين عيجيبوا لك نفس العرض ديال هذا اللي أنا خدمت. ودابا غادي تجيبي الخيط على اليسار ديالك وغادي تبداي تشتغلي على هاد السلاسل كاملين غرزة الحشو. تلفي الخيط على السبابة هكذا، شي الكروشي سلسلة، جبت الخيط او ما عندك هنا دابا جوج ديال السلاسل، غادي تعمل لفة وتخرج هاد اللفة من بين هاد سلسلتين، هذه غرزة الحشو. فغادي نستمر بهذه الطريقة حتى يعني بغرزة الحشو حتى ننهي السلاسل اللي عندي كاملين. صافي، لما كملت السطر كل غرز حشو غادي نقلب الخدمه وغادي نخدم غرزه حشو. نخشي الكروشي هنا لفه ونخرج من وسط سلسلتين. دابا من بعد هاد الغرزه ديال الحشو غادي نعمل سلسلتين، واحد جوج. من بعد غادي نحسب هاد السلسله رقم واحد ورقم اثنين. في السلسلة الثالثة غادي نعمل لفة وغادي نخشي كروشي، يعني نخدمو عمود. ها سلسلتان لفة سلسلتان، ها هو أول عمود في وسط هاد السلسلة الثالثة. من بعد غادي نعمل سلسلتين، واحد اثنين، غادي نرجع نعمل لفة ونخشي الكروشي في نفس الفراغ، يعني في نفس السلسلة الثالثة يعني اللي خدمنا فيها قبل قليل، ونشتغل عمود نخرج ما بين سلسلتين لفة ونخرج اللفة من وسط سلسلتين، كنحصلوا على هذا الشكل. غادي نعاود معكم وحدة ثانية. فقلنا غادي نعمل لفة، غادي نحسب دابا في الاول حسبنا ثلاثة ياك، ولكن في بقية السطر غادي نحسبو اربعة، يعني غادي نخشي الكروشي في السلسلة الرابعة، يعني غادي نحسب واحد اثنين ثلاثة، غادي نخشيه في الرابعة هكذا. نجبد خيط من وسط سلسلتين، من بعد لفة، من بعد خرج اللفة بين سلسلتين، والآن غادي نحسب واحد جوج، يعني عمود بسلسلتين، من بعد لفة وغادي نخشي الكروشي في نفس المكان، يعني في السلسلة الرابعة.
كان يعني في مرة تانية كنشتغل عمود فقط، يعني في المرة الأولى كنخدم عمود بسلسلتين، المرة التانية في نفس الفراغ عندي عمود فقط. واحد، اثنين، ثلاثة، صافي. وكان واصل بنفس الطريقة، يعني كتحصلوا في النهاية على هاد الأشكال ديال المثلثات. قلت غادي نواصل بنفس الطريقة، دائما كنقص 4 ديال يعني 3 سلاسل. في الرابعة كنشتغل عمودين، الأولاني فيه سلسلتين والثاني عمود فقط. إذا غادي نكمل لنا هاد السطر ونعود في نهاية السطر. غادي نعمل لفه شي كروشيه هنا وغنشتغل عمود. صافي، حنايا انهينا السطر. الان غادي نرتفع 3 سلاسل، واحد، اثنين، ثلاثة، ونقلب الخدمة، يعني ألف الشغل. غادي نعمل لفه، لاحظوا معايا هاد لفي، ها هاد لفي، غادي نخشي الكروشي خلفها هكذا، هضاع. نعاود، ها هي لفه ياك، ندخل الكروشي خلف هاد لفي الاوليه هكذا، يعني وغادي نشتغل عمود. انا كنشتغل يعني كنخدم ببطء باش يبانوا لكم المراحل. نخرج هاد اللفه من بين جوج ديال السلاسل، من بعد لفه نخرجها من بين جوج السلاسل. الان غادي نعمل لفه وسط هاد المثلث، غادي نشتغل 3 أعمدة زائد سلسله زائد 3 أعمدة. فغادي نبداو دابا باول عمود، واحد، لفة، العمود الثاني، لفة، العمود الثالث، سلسلة، لفة. دابا غادي نشتغل 3 أعمدة أخرى، يعني العمود الأول، لفة، الثاني، لفة، والثالث. هي تكونت عندي هنايا في وسط هاد الفراغ مروحة، 3 أعمدة سلسلة، 3 أعمدة. الآن غادي نعمل لفه، غادي نجي لهاد الساق هذا هنايا، وغادي نولي نخشي الكروشي من الخلف هكذا، وهنشتغل عمود هكذا. لاحظوا عملت لفه وعندي هنايا 3 سلاسل. غادي نجر هاد اللفه من وسط السلسلتين، نولي نعمل لفه، غادي نبقى محتفظه بهاد السلسلتين اللي هنا. غادي نجي لهاد يعني هاد الخط اللي هنايا، غادي نولي تاني نعمل الكروشيه من الخلف، نجبد عمود، غادي نخدم فيه عمود،
نجبد لفة من بين سلسلتين، عاود لفة. لاحظوا عندي هنايا ثلاث سلاسل، اللفة غادي نجبدها من وسط هاد الثلاث سلاسل هكذا. واضح؟ يعني كي تكون لي هنايا فحال تقولوا حرف أ، ها هو تكون لي هنا. شويه الصوره ان شاء الله تبان لكم واضحه. ها هو كيتكون لكم هنا فحال حرف أ. اذا غادي نواصل هادشي اللي عملته هنايا، غادي نكرره. عندنا لفه، في الوسط غادي نشتغل ثلاث اعمده، واحد اثنين ثلاثة، سلسلة اللي كنعمل بها الفرق بين هاد ثلاث أعمدة، ثلاث أعمدة اللي عايجين من بعد. بعد السلسلة كنعمل لفة، العمود الأول، العمود الثاني، والثالث. غنخشي كروشيه هكذا، نشتغل عمود. غادي نحتفظ بسلسلتين، نعمل لفه وننتقل لهاد الخط المقابل، عاود غادي نخدم من الخلف. نخرج اللفه من بين الثلاث سلاسل. غادي نزيد نخدم معاكم مرة ثالثة باش تركز لكم الخدمة مزيان في راسكم، يعني بدون ما نتكلم. صافي،
وغادي تستمروا بنفس الطريقة تحصلوا على هاد الأشكال هادي. فأنا غادي نكمل هاد السطر، ما نزيد عليكم حتى شي حاجة، يعني نفس الخطوات اللي شرحت ونعود. في آخر السطر غادي نختم بعمود، غادي نخشي الكروشيه خلف هاد الخط هكذا، من بعد غادي نعمل لفه. يعني باش غادي نعمل الختام من هاد السطر، قلنا غادي نعمل لفه وغادي نجي على هاد الخط هذا هنايا، نخشي كروشيه في اول سلسله تصادفني هكذا، ومن وسطها يعني غادي نشتغل عمود. صافي هكذا كنكون نهيت الخدمة ديال هاد السطر. من بعد غادي نرتفع بثلاث سلاسل، واحد اثنين ثلاثة، وضع. الآن غادي نقلب الخدمة وغادي نشتغل السطر الموالي لفة. لاحظوا معايا حنايا ملي كنا كنخدموا الأعمدة كنا كنعملوا واحد السلسلة ديال الفرق بيناتهم، ها؟ فهاديك السلسلة فيها غادي نخشي دابا الكروشيه. قلنا غادي نعمل لفه وغادي نخشي كروشيه ديك الفراغ اللي اتفقنا عليه، نشتغل عمود بسلسلتين، يعني واحد اثنين. عاود غادي نعمل لفه في نفس الفراغ، غادي نشتغل العمود الثاني، فهمنا؟ عاود لفه وغادي ننتقل للمروحه الثانيه في الفراغ اللي في الوسط هذا، وغادي نعمل العمود بسلسلتين، السلسله الاولى والثانيه لفه وعمود ثاني في نفس الفراغ. غادي نستمر بنفس الطريقة حتى غادي نعمر هاد المراوح كاملين، يعني باش تجيكم الخدمة ميسرة. مي توصل المروحة اعمل بيدك بحال هكذا، غادي يبان لك الفراغ اللي في الوسط. ما تنساوش السلسلتين، واحد اثنين. صافي هذه هي الطريقه ديال الخدمه ديال السطر الثاني، هذه الجهه ديال الخلف ديال الاشارب. انا غادي نكمل ونرجعوا باش نوريكم كيفاش غادي تختموا هذا السطر. اذا الطريقه اللي غادي نختم بها هذا السطر كالتالي، غادي نعمل لفه. لاحظوا معايا في هذه المروحه هنايا كاينه واحد العمود وكاينه واحد الفراغ، ياك؟ فانا غادي نخشي الكروشيه في اخر سلسله في الراس ديال هذه المروحه، يعني هنايا، اتفقنا؟ واسحب عمود هكذا. فلابد يعني ما تعيدوا الفيديو بتركيز باش تضبطوا وتقنوا الطريقه ديال الختام السطر في الخدمة ديال المروحة في الوجه ديال الإشارب، وكذلك الطريقة ديال الختام ديال السطر أو السطور الخلفية، حيت إلا ما تقنتوش الطريقة اللي وريتكم ديال الختام غادي يجيكم يعني الحاشيات ديال الإشارب غادي يجيكم فيهم الديفو، ما غاديش يجيكم سطور مستقيمة. فالآن غادي نرتفع ثلاث سلاسل، واحد اثنين ثلاثة، قلب الخدمة
صافي، كملت معاكم الخطوات ديال الخدمه ديال هاد الزواقه. هي كتكون فقط من سطرين، السطر الاولاني عندنا فيه المراوح، والسطر الثاني عندنا فيه هاد الفي. كنبقاو ماشيين سطر مروحه، سطر في، سطر مروحه، سطر في، حتى كنوصلوا للطول اللي يعني اللي حنايا باغيينو. فالشكل ديال لي شارب كيجي بحال هكذا، نقلبوها هكذايا. بالنسبة لكم زواقة المراوح بشكل أفضل. الإشارة فهاد الزواقة تقدروا تخدموا بها حتى المانطات ديال لي بيبي، يعني ديك اش كيقولوا لهم بتتنيات صغار، ولكن تختاروا الصوفة تكون غليظة ما تكونش على جوج، وكذلك كروشيه يكون رقم اكبر. اذا انا غادي نواصل الخدمه ديال الاشارب ديالي، غادي نزيد ليه شي شويش في الطول، ياك يعني غادي نكمل بنفس الطريقه اللي شرحت لكم، هي نفسها دائما تكرار ديك سطرين. فهنايا ارتفعت بثلاث سلاسل، هنايا عندي ديك لفي. غادي نخدم الاعمده ديالي، اول عمود غادي نجيبه من هنايا، انا من لفه، وغادي نشتغل وسط هاد لفي ست اعمده، ثلاث اعمده بسلسله، واحد جوج ثلاثة، سلسلة، واحد جوج ثلاثة. يعني دائما انتبهوا في هذه المرحله، راه عندكم هنايا جوج ديال الخطوط كتخدموا في الاولاني، تحتفظوا بسلسلتين معهم لفه، ومباشره كتنتقلوا للجهه المقابله وكتخدموا عمود اخر، بحيث تحتفظوا في الاخير ثلاث سلاسل تخرجوا من وسطهم بثلاثه سلسله. اذا انا غادي نكمل يعني بنفس الطريقه اللي شرحت لكم، لا داعي للتكرار. ها، وغادي نرجعو باش نوريكم كيفاش تنهيو الخدمة. انا الان انهيت اخر سطر عندي في الاشارب، نختم بعمود. ولكن هنايا فاش غادي ندور الخدمة، ما غاديش نرتفع بالثلاث سلاسل، ها غادي نقلب الخدمه، ومباشره غادي نشد الاشارب بنفس الطريقه اللي بدينا بها. تذكروا معايا باننا بدينا الخدمه بسطر كله غرز حشو، اذا الختام او النهايه حتى هي غادي تكون بغرز حشو. غنبقاو ماشيين طيله هذا السطر، فهاد السلاسل اللي تشوفوا غنخدموهم بغرز الحشو، صافي هكذا كنكونوا شديناه، يعني شدينا الاشارب. يعني كتعملوا معاهم شويه الخطر. بالنسبه لي انا الصوف على جوج شويه رقيقه، يعني السلاسل صغيرين، اتمنوا معاهم شويه الخطر. مجرد ما كتخدموا فيهم الغرزه ديال الحشو صافي، راه كيتثبتوا كياخذوا يعني الخيط كياخذ المكان ديالو، وكذلك لي بور او الحاشيات ديال لي شارب كيجيو مزونين بزاف ومتقونين. صافي، انا غادي نكمل بنفس الطريقه، نشرحت لكم كيفاش غادي تفينيوه. غادي نكملوا ونرجعوا باش نوريكم
الشكل ديالو النهائي. فبقى لي نقول لكم شحال عندي فيه في العرض. عندي فيه حوالي 18 سنتيم. فسواء بغيتي تخدميه عرض من هكذا او اقل من هكذا، ما عليك غير تزيدي او تنقصي 4 بـ4. واضح؟ شيء اخر بالنسبه لهاد الزواقه هذه، بالرغم من اننا خدمناها بالصوفه على جوج رقيقه، ها، الا ان الاشارب النتيجه ديالو النهائيه راه كيجي غليظ، يعني في الملمس كيجي غليظ حيت خدمناه بالكروشيه رقم 3. وكذلك عندنا هاد الزواقه ديال المروحه كتجيب لنا الملمس ديال الاشارب يعني غليظ، وكذلك كيكون دافي. صافي، هذا ما كان. كنتمنى انكم تكونوا استفدتوا معايا في هذا الفيديو، تكونوا اضفتوا لرصيدكم معرفي معلومات جديده. أشكركم على طيب المتابعة. دمتم سالمين.